شكرا دكتور محمد. هو احنا موضوع البنكرياتيك سيست احنا بس بنبقى عايزين نعرف هي ايه اساسا انواع السيست. بتتقسم انتو نون نيوبلاستيك ونيوبلاستيك. النون نيوبلاستيك زي السودو سيست اللي كلمنا عنها دكتور عمرو، فيها كمان السيمبل الكونجينيتال ريتينشن سيست، وفي بقى السيستيك نيوبلازم زي الحاله برضو اللي قدمها دكتور عمرو، في بقى بيبقى ميوسينس وفي نون ميوسينس. الميوسينس زي الاي بي ام ان انتروداكتال بابيلاري ميوسينس نيوبلازم، ودي ممكن تبقى مين داكت وممكن تبقى برانش داكت، وفي الميوسينس سيست نيوبلازم. النون ميوسينس سيستيك نيوبلازم زي السيروس سيست ادينوما وزي السوليد سودو بابيلاري نيوبلازم. طيب انا عايزه افرق واعرف السيست اللي قدامي دي which type of cyst. دول يمكن اشهر سيست، في سيست تانية كتيره كمان. بفرق ازاي بقى؟ في عندي حاجات كلينيكال، يعني في سيست بتبقى اكسكلوسيفلي بتيجي في الفيميلز زي ايه؟ الميوسينس سيست. في حاجات بتيجي اكتر في الفيميل زي السيروس سيست وزي السوليد سودو بابيلاري نيوبلازم. في حاجات بتيجي في اليونج ايج، يعني لما الاقي العينه اللي قدامي سنها صغير افكر في الميوسينس سيست، افكر في السوليد سودو بابيلاري نيوبلازم. في حاجات بتيجي اكتر في البادي اند تيل، الميوسينس والسوليد سودو بابيلاري. بقيه السيست ممكن تيجي اني وير، هيد بادي اور تيل. في بقى كاركترستيك فيتشرز، يعني مثلا السيروس سيست ممكن الاقي منظر اسمه ايه المايكروسيستيك او اللي هو البي هايف او الهاني كوم، الاقي سنترال سكار ده كاركترستيك قوي، اقول خلاص السيست دي سيروس سيست مش محتاج اعمل اي حاجه تاني. زي ما دكتور عمرو قال لنا على اليوني لوكيلر سيست وفيها سبتيشن، افكر في الميوسينس سيست. لو لقيت المنظر ده في المنظار في الاي ار سي بي، ده منظر باثوجنوميك للمين دكت اي بي ام ان اللي هو منظر الثيك ميوكس اللي جاي من البابيلا، وده زي الفيش ماوس ابييرنس، ده باثوجنوميك. خلاص انا كده عرفت ان دي مين دكت اي بي ام ان. او الاقي مثلا منظر بانش اوف جريبس ابييرنس في الايمجينج، اقول ان دي برانش دكت. او الاقي سوليد وسيستيك ستراكشرز هيموراجيك كومبوننتس، اشك ان هي سوليد سودو بابيلاري. في بعض السيست بتبقى عامله كوميونيكيشن مع البانكرياتيك دكت زي السودو سيست والاي بي ام ان، وبالتالي لما اعمل سيست فلويد اناليسز الاقي الاميليز عالي. يهمني طبعا ان انا افرق برضو ان انا بنعمل السيتولوجي، في سيست بتبقى لايند باي كيبويدال سيلز زي السيروس سيست، لكن اللي لايند باي كولامينر سيلز دي بتفرز الميوسين اللي ورانا الصوره بتاعتها دكتور عمرو، وكمان بيبقى فيها سي اي عالي. في بعض السيست ممكن يحصل فيها جينيتك ميوتيشن زي كيراس ميوتيشن. واهم نقطه انا ليه بفرق السيست وعايزه افرق، لان في سيست ليها مالجنت بوتنشاليتي اكتر واحده المين دكت اي بي ام ان، يليها الميوسينس، يليها البرانش دكت اي بي ام ان، ثم السوليد سودو بابيلاري نيوبلازم. طب برضو انا ليه عايزه افرق؟ لان انا لو قلت ان السيست دي ليها لو او نو مالجنت بوتنشاليتي زي السودو سيست او السيروس سيست، انا مش محتاجه اعمل اي حاجه، لا محتاجة أعمل سيرجري ولا محتاجة أعمل سيرفيلانس إلا لو العيان سيمتوماتيك زي ما قال دكتور عمرو. لكن لو فيها مالجنان بوتنشاليتي، لا أنا لازم أخد ديسيجن السيست دي تعمل لها سيرجري ولا سيرفيلانس. طب لو في يعني وات إز فيري إيفيدنت إن في مالجنانسي في السيست دي، خلاص ده لازم سيرجري. نيجي للسؤال اللي سأله دكتور محمد، إيه بقى أعمل إيمجينج ولا لازم أعمل تيشو دايجنوزيس؟ زي ما قلنا إن المالتي ديتكتور سي تي او الام ار اي ممكن يبقوا انف ان انا اشخص السيست دي، بس امتى؟ لو في باثوجنوميك فيتشرز بتقول ان السيست دي مثلا سيروس سيست، زي حته الايه مايكروسيستيك ابييرنس، ان المنظر بتاع الهاني كوم باترن، البي هايف باترن، السنترال سكار، خلاص انا مش محتاجه اعمل بقى ولا اي او اس ولا اي حاجه. الكلام ده قالته الامريكان كوليدج جاسترو انترولوجي جايد لاينز 2018، قالت في الدايجنوزيس اوف البانكرياتيك سيست الام ار اي او الام ار سي بي هم التست اوف تشويس. ليه؟ لانهم نون انفيزيف، مفيش راديشن اكسبوجر، جريتر اكيرسي ان اسيسنج الكوميونيكيشن مع البانكرياتيك دكت. نفس الشيء قالته اليوروبيان جايد لاينز 2018، قالت ان برضه الام ار اي هو البريفيرد ميثود فور ذا انفستيجيشن اوف بانكرياتيك سيست. طب امتى السي تي بقى افضل شويه؟ لو انا بدور على كالسيفيكيشن، شك ان السيست دي سودو سيست اون توب اوف مثلا كرونيك بانكرياتيتس، لو انا شك ان في سوليد كومبوننت في السيست يبقى افضل اعمل سي تي، ولو كان ريكيرد بعد السيرجري.
in general المالتي ديتكتور سي تي افضل في السوليد ليجنز اوف ذا بانكرياس وايل الام ار اي هو الافضل في السيستيك ليجنز اوف ذا بانكرياس. امال امتى اعمل اي او اس؟ المشكله ان معظم السيست بتيجي بتبقى انديترمينت بالامجينج، انا مش قادره افرق نوع السيست دي ايه. هنا يجي دور الاي او اس والفاين نيدل، واكوردنج تو يوروبيان جايد لاينز بتقول ان الاي او اس از ادجنكت، يعني انا عمري ما ابدا بي او اس، انا لازم اكون عين عامل امجينج. ليه الامجينج؟ امتى؟ لو كان السيست مش ديترمايند او في كلينيكال او راديولوجيكال فيتشرز اوف كونسرن. وانا مش محتاجه اعمل اي او اس لو كان الدايجنوزز اوريدي استابليش بالكروس ايمجينج او لو في كلير انديكيشن فور سيرجري. طيب لما في برضو الفكوكا جايد لاينز والامريكان كوليدج اوف جاسترونترولوجي جايد لاينز بتريكومند الاي او اس فاين نيدل لو العيان عنده وات از كولد ووري سام فيتشرز او هاي ريسك استيجمات، يعني عيان جاي لي بسيست وعنده بانكرياتايتس، عنده اوبستراكتيف جوندس، السيست كبيره اكتر من 3 سنتي، السيست ثيكند وول انهانسد وول فيها ميورال نوديولز فيها بانكرياتيك داكت دايلاتيشن، يبقى ده انديكيشن برضو فور الاي او اس والفاين نيد. لو انا هعتمد على المورفولوجي بس بتاع الاي او اس، لا الاكيرسي بتاعته مش عاليه اب تو 50 ل 80%، ولكن اهميه الاي او اس هو الفاين نيدل اسبيريشن والاناليسيس اوف السيست فلويد. ان انا اطلب بقى بعض التست هنقولها دلوقتي هو ده اللي بقدر افرق دي ميوسينس ولا نون ميوسينس. طب بطلب ايه في السيست فلويد؟ بطلب السي اي اي قالها برضو دكتور عمرو، ودي بتبقى موجوده مع الميوسينس سيست وقلنا عشان تطلع من كولامينر ايبيثيلي. طيب هم حطوا كات اوف فاليو او ليفل 192 نانو جرام بير ملي، قالوا انه اباف الليفل ده في اكريسي حوالي من 70 ل 80% ان انا اؤكد ان السيست دي ميوسينس سيست، لكن برضو ممكن تبقى ميوسينس سيست والسي اي برضو مش عالي. نطلب ايه كمان؟ الاميليز قلنا بيبقى موجود في السيست اللي عامله كوميونيكيشن مع البنكرياتيك دكت زي السودو سيست او الاي بي ام ان، وحطوا كات اوف فاليو اقل من 250 دي ليها سبيسيفيستي عاليه ان انا تو اكسكلود السودو سيست. السيست فلويد جلوكوز برضو قالها دكتور عمرو، ودي دلوقتي بقوا شايفين ان السنسيفتي بتاعتها اعلى من السي اي اي ان هي تفرق لي الميوسينس من نون ميوسينس، لما بيبقى قليل ده ماشي مع ميوسينس سيست. السيتولوجيكال اناليسيز مهمه قوي ان انا برضو اشوف التايب اوف السيل اللي موجوده، الميوسين ستين اللي اتكلمنا عليها برضو دكتور عمرو، ودي ان انا اخد عينه من السيست فلويد واحاول افردها ما بين صباعي، لو عملت اكتر او ايكوال سنتي وقعدت حوالي اكتر او ايكوال 1 سكند ده معناه ان في ميوسين في السيست فلويد ده. وطبعا الدي ان اي اناليسيز ولكنه مش لسه استابليشد ان احنا نطلبه للحالات. هل اطلب سي اي 19 في السيست فلويد؟ لا ولا ان الاكريسي بتاعته مش عاليه، ولكن اطلبه في السيرم لو طلع عالي اكتر من 37 يونتس بير ملي ده معناه ان السيست دي غالبا يعني فيها مالجنانت بوتنشاليتي، وده انديكيشن فور اي او اس اكوردنج تو ذا انترناشونال كونسنسس جايد لاينز 2017 وانديكيشن فور سيرجري مش سيرفيلانس للسيست دي اكوردنج تو اليوروبيان جايد لاينز 2018. اخر سلايد، انا شفت سيست في الامجينج لقيت راديولوجيكال فيتشرز ماشيه بالظبط ان دي سيراسيس، خلاص انا مش محتاجه اعمل اي حاجه تاني، لكن العيان جاي لي بوري سام فيتشرز زي بانكرياتايتس لازم اعمل اي او اس وفاين نيدل وادسكاس الكونديشن مالتي ديسيبلينري جروب. جاي لي بهاي ريسك استجماتا اوبستراكتيف جوندس اسوشيتد سوليد ماس لازم اي او اس وفاين نيدل ودسكشن مع المالتي ديسيبلينري جروب. ما فيش الكلام ده بس برضه السيست كبيره فيها وري سام فيتشر اكتر من ايكوال او ايكوال 3 سنتي، المين بانكرياتيك داكت دايمتر اكتر من 5 ملي، في تشينج في الداكت كاليبر، كل ده يستدعي عمل اي او اس وفاين نيد. اند ثانك يو.